عبد الرحمن بن عوف، إنه بطل في العطاء. كان من أهل الجود والكرم، وهو أحد الذين أسلموا على يد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وكان من الثمانية الأوائل السابقين إلى الإسلام، ومن العشرة المبشرين بالجنة، وكان أحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختار منهم الخليفة من بعده. لما اشتد الأذى على المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هاجر في كلتا الهجرتين، بداية إلى الحبشة وبعدها إلى المدينة، حيث آخى الرسول بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما. وعرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن أن يقاسمه نصف ماله، فرفض وانطلق إلى السوق يتاجر ويعمل حتى صار من أثرياء المسلمين. فأخذ يجود بماله ونفسه، فشهد المشاهد كلها، وكانت لا تفوته أي غزوة، وأوصى بكثير من أمواله عند وفاته لخدمة الإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه، ودفن في البقيع. وكانت تدعو له السيدة عائشة رضي الله عنها، سقاه الله من ماء السلسبيل. أصدقاء سبيستون، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة المقاطع التالية.